أخبار اليوم. ومن خلال فعاليات مهرجان دبي السينمائي بنرحب بالمنتج والمخرج فؤاد عليوان، مخرج فيلم داعش صح؟ مخرج آخر فيلم عملته فيلم الطويل عصفوري، وهلأ عندي فيلم جديد إن شاء الله أيوب بيك قريبا عم نحضر. وهذا الفيلم عملنا بإخراج مشترك مع صديقي أوفيديو الحوت، وكنت أنا المنتج والمخرج المشارك أيضا في العمل. تكلمنا عن تجربتك بقى في فيلم داعش اللي هو مشارك في مهرجان دبي صح؟ نعم، هذا الفيلم هو إذا بدك فيلم موقف، يعني لأنه مؤخرا بالأعوام الماضية صار الإعلام كله إعلام موجه، وصار داعش يعني عم ياخذ المساحات الإعلامية بالعالم وعم يعطي صورة عن الإسلام أنه كل مسلم هو مشروع إرهابي. هذا الفيلم كوني أنا مخرج عربي ومسلم أحاول أعطي صورة أخرى عن الإسلام، والإسلام المسامح والإسلام المعتدل والإسلام الحضاري يلي هو غير موجود، يعني غير موجود على الفضائيات العربية، وما حدا من الإعلام العربي حاب يحاول يدافع عن الإسلام المعتدل الحقيقي. هذا الفيلم بتواضعه وبإمكانياته البسيطة عطى رسالة وهدف إنه معادلة كل مسلم هو مشروع إرهابي، هذه معادلة خاطئة، وهذا إعلام موجه من الغرب. وللأسف الإعلام العربي غير مسؤول عن مسؤوليته الأولى، وهو إعطاء صورة الإسلام المسالم الحقيقي يلي الغرب مش عم توصل له، ما عم يوصل له إلا إنه المسلم هو إنسان متخلف وعم بيستبيح القتل باسم الإسلام وباسم الإيمان. وهذا شيء، هذا لغط كبير كبير كبير، وأنا برأيي إنه السينما العربية بحاجة انه تستعمل السينما كسلاح ضد هالسلاح يلي هو برايي الشخصي انه داعش هو مشروع متطرف، وهو مشروع خطير على الاسلام اولا. حضرتك ما قلتش برضو ان فكره تطرح ده، فكره كلام على الحديث عن موضوع فني عن داعش ده برضو يبقى فيه قلق، يعني على قد ما انت بتطرح قضيه جريئه والناس كانت مهتمه بيها وسائل الاعلام، ما كنتش برضو في مخاوف ان ممكن الناس ما تقدرش تفهم الرساله من العمل، ان الناس ممكن يروح توجهها اللي ما شافش الفيلم يفتكر بيتناول بشكل تاني او لا؟ لا، هو اللي شاف الفيلم يعني هيفهم، لانه هو الفيلم بيحكي عن شخصيتين بيواجهوا بعض بالفيلم، وهو شخصيه المسلم اللي بيصلي واللي بيؤمن بالله اللي رب عائلة واللي عنده أولاد واللي عم يربي أولاده ليكونوا مشروع حياة، وعم بيواجه شخصية أخرى داعش اللي هي عم بتكون مشروع موت، واللي ما شافه بيحاول يشوفه، هيكون موجود يعني بالوسائل الاتصال الإلكترونية قريبا وبالمهرجانات، واللي عم يسمعنا أكيد حيفهم، لأنه هو كل مسلم معتدل عم يعيش هالحالة. بتصور يعني هذه حالة صارت حالة عامة منها حالة خاصة، ولذلك الجرأة هون إنه أنا كمخرج كسينمائي عربي دوري إنه ضوي الضوء على هالضوء في ظل هالظلام الدامس، دوري انه ضوي هالضوء بغض النظر انه خايف او ما خايف، لانه بالنهايه مثل كل مسلم انا ما بخاف الا من رب العالمين يعني بالنهايه. استاذ فؤاد، حضرتك منتج ومخرج، بالنسبه للعمل ايه اللي واجهك فيه من معوقات، او كان ايه اللي بيشغلك طول الوقت في هذا العمل؟ والله بصراحه هذا العمل يعني كان عندي اذا بدك الهدف الاول اللي خلاني اقرر انه كمان كوني منتج هذا العمل، وما فتش على منتج وفوت معه بنقاش طويل عريض عقيم لحتى يوصلني انه اعمل فيلم او ما اعمل فيلم. كان عندي هدف انه اعمل هالفيلم لوصل هالمسج اولا، ولذلك لما تاخذي قرار بتصور ببطل فيه معوقات. بتصور لما الانسان يقرر اللي شغله يعملها ما ينطر من الاخر اي شيء، بيكون لغى كل المعوقات وبيعملها. الحمد لله يعني كان كثير كثير مسهل، لانه كان القرار واضح يعني طالع من القلب، ولا انه ومع انه انا ضد السينما السياسيه، ده اول فيلم
بعمل اذا بدك بقرب على موضوع سياسي، ولكن هذا بنو موضوع سياسي، صار موضوع عالمي، صار موضوع اجتماعي، صار موضوع حياه او موت، صار موضوع البشريه كلياتها وين رايحه، صار موضوع ضروري نحن كسينمائيين دورنا انه نضوي نحط ضوء في بهالعتمه اللي هي تقريبا يعني احتلت العالم. يعني اليوم اوروبا وامريكا والعالم العربي كلياتهم عايشين هالقلق، يعني صار في قلق عالمي، ولذلك لازم اول شيء نطرد الخوف من داخلنا. ولما الانسان يكون عنده هدف من وراء اي عمل فني، بتصور العمل الفني هو اللي بياخده صوب الحقيقه. حضرتك تتفق مع البعض دلوقتي السينما العربيه والسينما المحليه بتمر بضائقه او بازمه؟ طبعا انا برايي انه السينما الحياه تمر في ازمه بشكل عام قبل السينما، يعني الحياه ما فيها المستقبل منه واضح، ما في يعني عندك ما في افق واضح للبشريه كلها يعني اذا بدك، ولذلك السينما كمان واصل لهالمحل وكل الفنون. لانه في شيء في حائط موجود عند البشر، الإنسان محطوط أمام مصير كتير مش واضح، وهذا عدم الوضوح بيخلق توتر عام وبيأثر على الحالة النفسية والحالة الاجتماعية والسلوك الإنساني. لذلك طبعا السينما عندها مشكلة اليوم، وبتصور انه بهيك بصناعة افلام بنساعد انه نتخطى هالمرحلة، نتمنى ذلك. يعني كلمة بتوجهها كمنتج وكمخرج والمهرجان دبي، يعني كمنتج وكهيدا بتمنى اول شيء انه العالم العربي يعم السلام فيه، ونحن انا كوني لبناني احب اعيش القلق اللي بتعيش مصر فيه صار سنين، لانه بعتبر مصر هي اساس العالم العربي، وكلياتنا ناطرين مصر لتقوى لنقوى معها ان شاء الله. كل الشكر وكل التحيه استاذ.